السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة. سوف نوضح في هذه الحلقة ما هي أضرار طقطقة الأصابع. بداية أعزائي، كما نعلم بأن طقطقة الأصابع هي أمر سيء ويسبب لك العديد من الأضرار. بداية، قال العديد من الأخصائيين في هذا الأمر بأن طقطقة الأصابع يقوم بها العديد من الأشخاص الذين يتعرضون للضغط النفسي المستمر، مؤكدا أن المداومة على هذه الأمر قد يؤدي إلى أضرار وخيمة، ومنها إصابة الأنسجة بالتلف، وأيضا تلف الأربطة في الأصابع وأوتار الأصابع، وأيضا التي من الممكن أن تصل إلى إحمرار الأصابع وتورمها، والتي من الممكن أن تتطور هذه الحالة ويصبح هناك التهابات وخشونة في المفاصل في اليد، والتي من الممكن أيضا أن تصل إلى حالة الكسر أثناء عملية الطقطقة. فبالتالي هذا أمر لا أنصح به أيها الإخوة الكرام، فأتمنى أن تقوموا بعلاج هذا الأمر فوراً.